ساهم بنشاطه ومهارته في تطوير مؤسسة عائلية لتحتل مكانة رائدة في لبنان والعالم العربي وأبعد. بالتوازي واكب الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز عضواً فاعلاً وأميناً عاماً ومشاركاً في المسؤوليات وفي اتخاذ القرارات حتى تسلمه رئاستها. وأولى مهامه كان تنظيم بيفكس 2018 ليستمر رائداً في أداء دوره الاقتصادي والتنموي. الأستاذ يحيى قصعة، تفضل، المنبر لكم. صباح الخير. صاحب الرعاية دولة الرئيس سعد الحريري، ممثلاً بمعالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ رائد خوري، أصحاب المعالي والسعادة، سعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، السادة ممثلي الأجهزة العسكرية والأمنية، حضرة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شارل عربيد، حضرة رئيس الهيئات الاقتصادية السيد محمد شير، السادة رؤساء وممثلي الهيئات الاقتصادية، زملائي في الجمعية، السادة الإعلاميين، أيها الحضور الكريم. برحب فيكم وبشكركم لحضور بيفكس، المنتدى الاقتصادي يلي بيقدم مواضيع وأفكار بتساهم بتطور قطاع الفرنشايز خصوصاً وقطاع بيع التجزئة الريتيل عموماً. منقدر رعاية دولة الرئيس الحريري للبيفكس مجدداً، وبدي أشكر بهالمناسبة الرئيس شارع عربيد اللي بادر لإطلاق البيفكس واشتغل على تطويره بالسنوات الماضية. عندي اليوم شعور بالفخر وبالمسؤولية. فخر لتمثيلي جمعية رائدة بالاقتصاد اللبناني، تعتبر مركز للعلامات التجارية اللبنانية، أعضاء مميزين بنجاحاتهم وانتشارهم بالعالم. وشعور بالواجب والمسؤولية لما عرفت إنه هالجمعية بعد قدامها مجالات واسعة كتير لتواكب نجاحات أعضائها وتطورهم المستمر. خلينا نشوف وين صرنا بالألفية. The Lebanese Franchise Association was established in 2006 to represent the growing franchise industry in the country. In a few short years, the LFA made its mark by endorsing national initiatives, organizing distinctive events, and publishing essential studies. Consequently, the association grew as it began attracting the best of Lebanese and international brands. The LFA has organized Bifex since 2011. Since then, it has evolved into the premier franchise and retail event in the Middle East, particularly in terms of networking opportunities, the insightful program, and state-of-the-art visuals. In brief, the LFA succeeded in drawing global attention to Lebanese franchises, their dynamism, and creativity, helping them make a significant contribution to the Lebanese economy. بينعقد مؤتمر بيفكس السنة بوقت حساس، فالمرحلة دقيقة اقتصادياً ومعيشياً، والأسباب باتت معروفة للجميع. وضع إقليمي غير مستقر، حالة ركود اقتصادي، نزوح بأرقام كبيرة، انخفاض التحويلات الخارجية، بطالة، مؤشرات اقتصادية مقلقة، مثل مؤشر مبيعات التجزئة اللي بتصدره الجمعية مع الغرفة، واللي بيبين هبوط بنشاط الريتيل من 2012 كبيسير لهلا بحدود 9% كمعدل عام. ومن جهة تانية، نحن أمام أمل كبير نتج من نجاح مؤتمر سيدر. ومن خلال جهود بدلتها الدولة بكل مكوناتها، بدءاً من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وبالأخص دولة رئيس الحكومة السيد سعد الحريري اللي حط طاقة كبيرة بهالموضوع. نجاح المؤتمر ما بينقاس بس بالأرقام. نجاحه بالثقة اللي منحتنا إياها الجهات الدولية، وهي ثقة بإرادة اللبنانيين على سلوك هالمنحة الإنقاذي، وهي كمان ثقة بأنه برنامج تحديث البنية التحتية وإعادة تأهيلها ما حيكون في هدر ولا انتقاص بالشفافية ولا فساد، لأنه صراحة ما عاد فينا نتحمل فوضى وفساد وهدر. ويمكن أهم شيء بيصير هو اندفاع الجهات المانحة لمساعدة لبنان بسبب التوجه الصائب هالمرة لإشراك القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وقدراته. نحن
بالجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز نعتبر أنه مؤتمر سيدر ما بتقل أهميته ودوره عن مشروع إعادة إعمار تانية للبنان حجماً وكلفة، وهو مفصل بدنا نوضع من بعده كلنا النظرة السلبية ورانا ونركز على الإيجابيات وعلى التفاؤل ونشتغل كتف بكتف مع الحكومة لنبني اقتصاد لبناني متطور مستند على القيمة المضافة، على المسؤولية، على المرونة، على الانفتاح، على التنوع والابتكار والتحسن المستمر. لبنان بالنسبة لنا رسالة وشعبه مؤتمن على هالرسالة، وهذا الدور اللي ورثناه عن جدودنا اللي نشروا ابتكاراتنا وثقافتنا حول بحضارات مختلفة ودمجوا تقاليد ومعرفة من الشرق والغرب بتشكل هلأ هويتنا. نحن بالجمعية مكملين بنفس الطريق ومؤمنين أنه منقدر نستعيد موقع لبنان المنارة، منارة مش بس اقتصادية، منارة حضارية ومنارة ثقافية بالمنطقة، وهي هي بالذات قوتنا الناعمة، فينا من خلالها نتوسع أكثر على صعيد العالم وننشر علاماتنا التجارية بس كمان ثقافتنا وطريقة عيشنا المميزة. أما زملائي الأعضاء بالجمعية، مع كل قصة نجاح، مع كل مفهوم تجاري جديد منعمله، مع كل علامة تجارية منخلقها براند، مع كل متجر رئيسي أو فرع منفتحه بلبنان أو خارج لبنان، مع كل مصنع منبنيه لنحسن إنتاجنا ونوعياتنا، مع كل لبناني منوصفه منكون عم نخطي خطوة بالاتجاه الصحيح وعم نعزز نسيجنا الوطني ومنقوي سمعة بلدنا كبلد من الحرفيين والخبراء والمهنيين المميزين والمبدعين. والجمعية عبر مبادرتها بخصوص براند لبنان أو العلامة الفارقة لبنان تعتبر مسؤوليتها كبيرة بإعادة بناء وتصليح ما تضرر من هالعلامة يلي بتطال كل قطاعاتنا الاقتصادية. ختاماً، مثل ما بتعرفوا أنه إعطاء الامتيازات هو نموذج بزنس موديل مستخدم بكل القطاعات الاقتصادية، من قطاع الهوسبيتاليتي الفنادق لقطاع الميديكال والمستشفيات للتجارة للقطاع الصناعي حتى الأولاند غاز. والمساهمة بتطوير قطاع الفرنشايز لازم يكون هدف مركزي مشترك بيننا كلنا لصالح الاقتصاد اللبناني وتعزيز الانتاجية. طبعا منرحب بالجميع مجددا، وبدي أشكر وسائل الإعلام للمواكبة الدائمة، وبدي أشكر خاصة مجلس إدارة الجمعية والكادر الإداري يلي تعاونوا معنا على الجهد اللي بذلوه بهاليومين، وبشكر الوفود الأجنبية اللي معنا اليوم وبالافتتاح، وبشكر داعمي الجمعية والستراتيجيك بارتنرز والسبونسرز، وإن شاء الله نقدر نعمل الفرق اللازم بالأيام الجاية باقتصادنا. شكراً.